من ضمن الوفيات وشادية وسهيل بابلي. في وفيات السنه دي ياسر احبان وفيوز وشادية وسهيل بابلي والاعلامي وائل الاباشي بالسرطان وحمدين طباخ وفي حسن نصر الله وفي هو مقدي الكلام ده وفيات وفي سامي الشهيد حسن نصر الله هيموت برضه؟ من ضمن الوفيات العام الجاي ياسر احبان وفيروز ويوم مقدي وحسن نصر الله وسامي الشمايل وامين لحود رئيس لبنان السابق والفنانتين شادي وسهيل بابلي اضافه للقائمه اللي انا صدرتها في اغسطس اللي هم خالد الصاوي وبوسي ونجلاء فتحي وعز تبعوث ومحمود حميده دي كانت توقعات الفتره القادمه. لسه هيموت 2016 والاعلام هو اللي باشر السرطان. دول وفيات السنه. اما بقى في ابتيالات وليست وفيات زي وليد جنبراط اللي هو الزعيم اللبناني الدوزي نهاد المشنوق وزير الداخليه اللبناني وفي محاولات ابتيال زي نبيه بيه زي ما قلت لك واعتزال العمل السياسي. ندخل سريعا كده على توقعات على ذكر الابراج الصينيه اذكرها سريعا في سطر واحد. تمام. طبعا الابراج الصينيه بتبدا بالفار وتنتهي بالخنزير 12 برج. برج الفار العام الجديد طبعا في تواريخ هي في جدول هو بيبقى سنين ليس بتواريخ الميلاد اللي هو وقت وتاريخ ومدينه وساعه الميلاد كما التنجيم الاستوائي او الغربي او العربي وانما بالسنين. كل سنين بتضيع مثلا مواليد الفار مواليد 1900 1901 حتى 1911 يعني مثلا من 1900 حتى 2008 يعني 1900 1912 و24 المواليد في التواريخ دي كلها كلهم مواليد برج الفار بيشتركوا كل مواليد في فتره معينه من السنين بيشتركوا برج واحد وبالتالي ضعيف في بيت الصفار. الابراج بتبتدا بالفار اتوقع ده العام الجديد مواليد الفار اللي هم مواليد السنين 1900 1912 24 36 48 60 72 74 96 2008 كل دول وهكذا بقى انت تضيف سنين كل 12 سنه تقريبا كل 12 سنه بيشتغل يعني كل 12 سنه بيشتركوا في برج معين كل دول يعني 2008 وبعدين 2020 كل دول فار. مواليد الفار العام الجديد اتوقع لهم حصانه وتقديس من الرب وحمايه. مواليد برج البقره الاداء الجيد العام الجديد النمر عليهم التحلي بالحكمه الارنب علاقات شخصيه وفي العمل اكثر من ممتازه انا برج الارنب السني. التنين السمعه الجيده الثعبان الرعايه والوضوخ الحصان النتائج المثمره بعد العمل الشاق برج اللي هو الجدي او العنزه تكون مستعده للمفاجات والحركه القرد التحديات والمنافسات العام الجديد الدجاجه الخوف وراء السعاده الكلب خد بالك من الناس الخنزير العاصفه الممطره القادمه اللي هو الهدوء الذي يسبق العاصفه. مواليد 92 بقى برج ايه؟ الفار. مواليد ايه؟ 92 برج ايه؟ الفار. لا 12 سنه بعد 2008 يعني 10 92 مواليد برج القرد. القرد. بيقول ايه بقى برج القرد؟ مواليد برج القرد في تحديات ومنافسات في العمل لو دخلنا للابراج يعني نبدا برج برج يعني عامل على مستوى المهنه على مستوى العاطفه على مستوى الى اخره. بالنسبه لتوقعات البرج الحمل 2016 على العام الجديد هتكون سنه رائعه لمواليد برج دي بقى بعكس التوقعات اللي قلتها بالتفصيل دي عامه لمواليد برج الحمل. سوف تكون سنه رائعه لمواليد الحمل العام الجديد كما ان مواقع الكواكب ستكون في صالحهم. ده قلنا مواليد برج الحمل في مستوى الحب والعاطفه والعلاقات الشخصيه هناك العديد من الفرص لتشكيل علاقات حب جديده سوف تنشا خلال السنه لوي المتزوجين والعلاقات الحاليه للمتزوجين ستكون اقوى مما سبق. على مستوى العمل والوظيفه والمهنه تعتبر اشهر ابريل وحتى سبتمبر ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس يعني من الربيع حتى الخريف 2016 اشهر مناسبه جدا لبدء الاعمال التجاريه والدخول في علاقات تعاون جديده. على مستوى الاستثمار والمال والماده اتوقع بان الارباح ستكون ممتازه لمواليد برج الحمل سواء لدى الاعمال او التجاريين او الموظفين خلال العام. على مستوى الصحه كوكب المريخ بيحكم الحمل، المريخ كوكب حرب بيزيد من الطاقه والحيويه والانشطه الحيويه للانسان او لمواليد برج الحمل عام جديد. لو دخلنا لتوقعاتي لبرج الثور العام 2016 على جميع الاصعده هنلاقي ان العام الجديد سوف يضطر مواليد برج الثور الى مواجهه الصراع بين ذاتهم الداخليه والعالم الخارجي خلال العام الجديد. على مستوى الحب والعاطفه والعلاقات الشخصيه سوف يجد الحب في الاوساط الاجتماعيه او بين الصداقات المعروفه. على مستوى العمل والوظيفه والمهنه بدل الاعمال مواليد الثور هو برج البناء العناد والبناء وحب التملك اولى بالاقتصاديين يعني مثلا عندك حسن مبارك صدام حسين خيبه الشاطر ناس اقتصاديين ناس سياسيين ناس معترف في العالم كلهم طور يتميزوا بالعناد ويتميزوا بالقدره على اداره دفه الاقتصاد يعني مهره ماليا.
وبالتالي فإن رجال الأعمال من مواليد برج الثور العام الجديد سوف يكونوا قادرين على بدء مشاريع جديدة وإيجاد سبل مبتكرة للتوريد لمنتجاتهم. على مستوى المادة والمال يجب على مواليد الثور خلال العام الجديد مراجعة موقفهم النقدي الخاص به خلال النصف الأول من العام. عليه التماس مشورة الخبراء بشأن التوسع في الأعمال التجارية الخاصة بهم. على مستوى الصحة حيوية الثور ستكون مرتفعة جدا خلال الربع الأول من العام. على مستوى الأسرة والعائلة مواليد الثور سوف يحتاج إلى بذل جهود إضافية للتواصل مع أقربائه وأحبائه. توقعاتي لمواليد برج الجوزاء العام الجديد 2016 العام 2016 هو العام المثالي لاستكمال المشاريع المعلقة لمواليد برج الجوزاء الأعوام السابقة. أتوقع لهم على مستوى الحب والعاطفة والعلاقات الشخصية أن تكون حياتهم العاطفية مضطربة. هم أقل الأبراج حظا في العاطفة والحب والعلاقات الشخصية لمواليد برج الجوزاء خلال العام الجديد. على مستوى الاستثمار والمال والمادة سيجدون حل لكل المشكلات النقدية التي واجهتهم الفترة الماضية. على مستوى الصحة سيكون بصحة ممتازة طوال العام. على مستوى العائلة والأسرة عندما يتعلق الأمر بالأسرة فإنهم سوف يحتاجون لممارسة الرعاية والدبلوماسية في التعامل مع أحبائهم. لو قلنا توقعاتي لبرج السرطان العام الجديد سيكون مواليد برج السرطان أكثر تفاؤلا وثقة في أنفسهم خلال عام 2016. على مستوى الحب والعاطفة والعلاقات الشخصية عليهم أن يكونوا حذرين حينما يدخلون في علاقات حميمية أو عاطفية جديدة خلال تحديدا منتصف العام. على مستوى العمل والمهنة والوظيفة حتى أكتوبر بداية من يناير وحتى أكتوبر 2016 عليهم أن يعتمدوا على التعاون والتنسيق مع زملائهم في العمل لتحقيق أهدافهم في مكان مهنتهم. على مستوى المادة والفلوس أتوقع أن الأرباح ستكون جيدة خلال بداية العام. أتوقع على مستوى الصحة تتطلب الإدارة السليمة خلال العام وعمل تشيك أب، لكن عليها أن يكون حذرا حول صحته ما بين مارس ويوليو 2016. على مستوى العائلة والأسرة سوف يحتاجون إلى تسوية التطشات أو المشاكل التي سوف تطفو على السطح الأسري والعائلية بشكل ودي. توقعات المواليد برج الأسد العام الجديد 2016 أتوقع عليهم أنه وجود كوكب المشتري والسعد الأكبر جوبيتر في برجهم العام الجديد يمنحهم فرص ممتازة للنمو في الحياة وسوف يكون هناك الكثير من التفاؤل يملأهم. على مستوى الحب والعاطفة والعلاقات الشخصية لديهم العديد من الفرص لعلاقات حب جديدة في العام 2016. لديهم شراكات جادة بين أغسطس ونوفمبر. على مستوى العمل والوظيفة يشهد العام الجديد محاولة للحصول على دعم من رؤساء الأسد في الخطط والأفكار الخاصة بهم. على مستوى التمويل والاستثمار والمادة والفلوس يعني المال يجب أن يكرسوا المزيد من الاهتمام لإدارة أموالهم في العام 2016. على مستوى الصحة الصحة سوف تكون دقيقة عليهم أن يكونوا حذرين خلال الأشهر الأولى من السنة. توقعات المواليد برج العذراء العام 2016 العام الجديد هو الفترة المناسبة لرفع الوعي الذاتي والإبداع. عليهم أن يكتشفوا القدرات الخفية والاستفادة منها بطرق جديدة ومبتكرة لتحقيق أهدافهم في الحياة. على مستوى الحب والعاطفة والعلاقات الشخصية النصف الأول من السنة سعيد جدا بخصوص الحب والعلاقات مع الكثير من المرح والمتعة. على مستوى العمل مواليد العذراء يمكنهم أن يبدأوا مشاريع جديدة في العام 2016 والأرباح مثمرة.